من جديد مشاهدينا بنرجع نحن وياكم لمزهر للقاء نادي حماد من وفريق شانفيل، وبسرعه بنروح لزميلي الياس ومقابله مع المدرب غسان سركيس قبل انطلاقه الكوارتر الثالث لنشوف شو رايه المدرب غسان سركيس باول اثنين كوارتر، كيف رح يكون تكتيكه بالربع الثالث. كوتش نديم السعيد فور فاولز فاول ترابل طبعا بالشوط الاول قدرتوا تكسروا الزون ديفنس، انا بالشوط الثاني رح يكون ثالث فاول اوفنسيف فاول دوماج وتكنيكال فاول، يعني بعتقد اتس اباوت تايم نحن نقدم كتاب شكوى على بولس قيم لانه تكنيكلي سبيك انا بدي احكي لانه هيدي لها خاصه بالتكنيك، فاول مش فاول وعطاه تكنيكال ما قال له شيء ولا سبه ولا هينه ولا شيء، بتامل هلا يعملنا يعمل فريق الخصم مثل ما عمل معنا لانه حط لي اياه بفور فاولز بثالث ورابع فاول اثنين ما فيهم شيء. شو رح تعمل كرمال تحل او تتعود عن خساره نبيل؟ رح نجرب نضل نعمل اللي كنا عم نعمله، كنا عم ندافع كثير منيح، بعتقد انه الفاول لاين يعني دبل الفاولات نحن مشكله، يعني عن جد هيدي صار بدها علاج القصه، على كل حال بنحكي بعد الجيم، ثانك يو. جود لك.